بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اللهم باسمك بدينا وعليك نتوكل يا رب العالمين. أيها الحفل الكريم، أيها المتابعون، أسعدتم صباحا من هذا الميدان، ميدان السمحة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نرحب من هذا اليوم، يوم الجمعة، من تاريخ 17/1 لعام 2020، ينطلق الشوط الأول، يحمل أسماء جديدة تأتي بالانتصار المتميز لفيت الأفكار للسنة الثانية. المسافة هي المعتادة 6 كيلومترات. المرحبة لجميع المشاركين والمحبين. الشوط الأول يسير منذ قليل متميز، ولكن الشكر والتقدير موصول للجان المنظمة لهذا الميدان الذي تقدم جديدا وجديد. الشوط يسير منذ قليل، ودعونا نرحب بمسار الانطلاق الأول. ناخذ جولة مع مصورنا محمد الخضر، هو له جزيل الشكر بالمسار المتابعة والانطلاق الأول. نعود مباشرة مع صدارة الشوط، نتابع سلهودة على الانطلاق، المسيطرة سيطرة تامة، خليفة بن حميد بن سهيل المهري، ولكن تليها مباشرة على المسار الثاني، والغدوم ما شاء الله له بيبة تأتي بمسار جميل، محمد بن مطر بن محمد الرميذي المتواصل وصل على المسار الثاني والمركز الثالث. ناخذ جولة متميزة، وصلت هناك الغدوم والتحرك عبر هذه الأثار المتميزة، الشعار عن طريق هناك في ينه الذي قادم غدوم متميز لسعادة فرج بن علي بن حمودة الظاهري، تتسلل إلى المسار الثالث. أما المركز الرابع نعود مع مصورنا بالمتابعة، ناخذ هملولة، غدومها جميل للغاية حتى هذه اللحظات المتميزة. هناك فلك شير محمد يتواصل بالمتابعة إلى المركز الرابع. نعود إلى مركزنا الخامس من على بعد المسار، ونتعرف هناك على حاملة رقم 2، وصلت مصيحة، غادم غدوم متميز الغاية، خليفة بن حميد المهري يتواصل أبو حميد للمتابعة نحو هذه الأصالة المتميزة. هذه الأسماء التي قدمت للمشاركة، نرحب الجميع إذن عبر هذه الأسماء المشاركة، وتواصلنا من هذا الميدان الذي يستضيف دائما جديدا في جديد. العودة إلى سكان البداية، العودة إلى رحلة الشوط الذي تتميز عن طريق الأبكار، المحليات الأصائل لفية الثنايا المشاركة، دليل دائما يأتي بقدرة متميزة. إذن نعود بصدارة الشوط، نتابع الهبيبة على ركب البداية، حيث أنها مسيطرة سيطرة تامة. المرافق محمد بن مطر بن محمد الرميذي يتحكم ببداية الشوط، ولكن ما شاء الله ناخذ هناك فينا الذي قادم غدوم جميل متميز لسعادة فرج بن علي بن حموجة الظهري، وصول أبو خليفة عبر هذه الشعار المتميز، الأشعار الاقتصادي، نقلة مباشرة إلى المركز الثالث. هملولة هي قادمة غدوم جميل متميز، فلك شير محمد يتواصل على المسار الثالث والمركز الرابع. وين بناخذ مركزنا الرابع؟ ناخذ غدوم جميل، هناك تحرك المتابع عن طريق سلهودة، وهناك مصيحة الذي قادمات للمشاركة نحو هذا الانطلاق الجميل بقيادة جميل للغاية، خليفة بن حميد المهري يتولى سلالة غنية عن التعريف، سلالة محلية متميزة، ولكن مكتفينا بالخمس الأوائل. رحلة هذا الشوط هي تتضمن بهذه الأسماء المشاركة إلى ركب البداية، ولكن وين الحوار ثلاثي ما شاء الله، العودة إلى بداية الشوط. مصورنا راغب لي هناك التحرك الأول، أسير مع صدارة الشوط، يا هل ترى يغادر الشوط عندكم يا أهل السمحة أم عندكم يا أهل العاصمة أبو ظبي؟ الموقف خطير منذ بداية الشوط ما شاء الله، الصراع قوي، صراع متميز. إذن بنقول هناك
نعود مباشرة مع الهبيبة الذي تطير إلى المستوى الأول منذ بداية الشوط. محمد بن مطر بن محمد الرميذي يقود مسار الشوط. أبو سيف انطلاق جميل ما شاء الله، ولكن هناك المركز الثاني في النا الذي قادم قدوم متميز لسعادة فرج بن علي بن حمودة الظهري 3 كيلومترات قادرها بكل أريحية بديني بالأجواء القادمة. أما المركز الثالث هناك جولة جميلة مع شعار أبو فلك أو أبو شير الذي قادم قدوم جميل الغاية. فلك شير محمد يتواصل على الانطلاق الثالث حتى ذي اللحظات. المركز الرابع وين؟ المركز الخامس عندك يا من يراقب المسار خليفة بن حميد بن السهيل المهري يقود مصيحة وسلهودة على المسار الخامس والرابع. نتمنى دائما التوفيق لكل المشاركين والمحبين، ولكن وين العودة إلى بداية الشوط؟ يا من تتابع التحرك، يا من تراقب صدارة الشوط، راقب لي الحوار جميل ما شاء الله، سيطرة سيطرة تامة للغاية. راقب يا متتابع الصدارة، يا من تراقب التحرك الأول على الابتعاد. الانفراد جميل منذ بداية الشوط، ولكن الكل له رغبة الإنجاز، الكل له رغبة التحرك الأول على البداية. محمد بن مطر بن محمد الرميذي يتواصل دائما أبو خادم بالتحرك الأول على صدارة الشوط منذ البداية. مسيطرة مسيطرة الهبيبة إذا صح تعبير بالمتابعة على الانطلاق الأول بإنجازها متميز ما شاء الله، ولكن هنا ناخذ في ينه في الذي قادمه غدومها الجميل مستواها رائع للغاية لسعادة فرج بن علي بن حمود الظهري. يلا يا أبو خليفة، هذا الأشعار الاقتصادي الذي عودنا دائما بإبداعه الكبير والمتميز. أما المركز الثالث ديروا بالكم، هملولة قادمة بكل قوة، قادمة بكل جدارة وتحرك، بدأت تقترب رويدا رويدا إلى هذا المعتطف الأخير. الموقف خطير. فلك شير محمد يتولى مسار الثالث بالمتابعة. نكتفي بالثلاث الأوائل حبا وإرادة وتقدير وتحرك عبر هذه الأسماء المشاركة، ومن ثم إلى وين وصلنا يا أحمد يا أخوي؟ بدين نقترب إلى هذا 1500 متر. هي المرحبة، هي المرحبة لهذه الأسماء المشاركة. ما شاء الله تبارك الله، الأداء جميل الغاية. راغب الصدارة مع البداية، راغب السلام لكم يا أهل السمحة، سلام 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 حتى هذه اللحظات. الاقتراب إلى بداية التحرك، محمد بن مطر بن محمد الرميذي هو ما قاد هذا الشوط من البداية، ولكن هناك يتغير الموازين الشوط، تتغير موازين الشوط. يا من تتابع هناك أرصد النافينا، يا هل ترى هذا الاسم الذي قاد هذا التحرك الأول بقيادة هناك سعادة فرج بن علي بن حمودة الظهري؟ ولكن الهبيبة تعود إلى مجاري الشوط. هناك الهبيبة على صدارة الانطلاق حيث أنها مسيطرة منذ بداية الشوط، مسيطرة سيطرة تامة. إذن محمد بن مطر بن محمد الرميذي هملول على المستوى الثالث، قادمة بكل قوة. الاقتراب إلى وين؟ راغب يا متتابع، اطمش اللي بتطمش. وين الكيلو الأخير؟ الكيلو الخطير. يا له من كيلو، يا له من تحرك، ولكن الانفراد بدأ، الانفراد بدأ ما شاء الله تبارك الله. يا متتابع الصدارة، يا متراقب الصدارة، قبل طلوع الشمس يا أبو خادم، قبل طلوع الشمس ما شاء الله. الناموس الناموس، تحية متميزة قبل هذه الأسماء المشاركة. راغب 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 يا متتابع الصدارة، ولكن بدأ التحرك، بدأ التحرك إلى المسار الثاني، ولكن الصدارة ولعت فيه نار الغضا. أيوم هناك صاحت فيه العصا. يا السلام يا السلام، من له الانتصار، من له الانتصار هناك على الصدارة. لهبيبة مصرة، فهناك قادم على المستوى الثاني، راقب لي راقب لي في جنة، في جنة الذي قادمة، ولكن هملولة 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 في أن قادمة، في أن قادمة على الصدارة. لهبيبة هملولة الثلاث الأوائل،
من صراع شديد، من صراع قوي. يا سلام يا سلام يا هذا العرض، يا سلام يا هذا العرض الجميل. هناك الصدارة، الصدارة لهبيبة، راح ابو خادم راح بفارق راس، بفارق راس، ولكن همنولة فينا فينا. هناك لهبيبة همنولة، راغب 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 راغب، التحرك الاخير، التحرك الاخير يا متتابع يا متتابع، راغب للسلامين، السلامين الثلاث الاوائل من صراع شديد. الناموس وين؟ يا سلام يا سلام يا سلام. ولكن بقول هناك لهبيبة بفارق راس جميل الغاية. سلام لابو خادم سلام، التحية موصولة لهالي السمعة، تهاني لمحمد بن مطر بن محمد الرميذي على فوز لهبيبة. قدمت عطو شكر عليه بالمتابعة المركز الثاني. هناك فينا كذلك قادمة قدم جميل اللي سعادة فريق بن علي بن حمود الظاهري، والمركز الثالث وصلت هملولة، قدمت عطو شكر عليه بالمتابعة، وكان ملكها هناك فلكشير محمد على المستوى الثالث والمركز الرابع. إذن مركزنا الرابع كان عن طريق هناك سلهودة، والمركز الخامس هناك مصيحة تاني موصول لخليفة بن حميد، خليفة بن حميد بن سهيل المهري على المستوى الرابع والخامس. كل التوفيق للجميع.